ياسمين قومي افتحي الباب. لا يا بنت قومي افتحي. هو انا كل مره انا اللي افتح؟ ما تخلي بابا وماما يخلفوا عيل تاني نبدل مع بعض الفتح الباب بقى. هنبقى نكلمهم في الموضوع دوت يتبنوا لك عيل ولا اتنين، وبرضو انت اللي هتقومي تفتحي الباب. يلا قومي افتحيه. قومي. معلش عمتك مجنونه. صباح الخير. صباح الخير. منزل الاستاذه هنا يا السيد اللوحي؟ ايوه. معايا جواب من امريكا. ده لماما. من امريكا؟ عاوزين حلاوه الهجيه. معاكي فلوس؟ خد اتفضل. شكرين. معاكي فلوس؟ يبع جنيه؟ ليه؟ وانا جايب لكم الجواب من اول فيصل. انت ليه محسسني اني رحت امريكا مشي ورجعت بالتوك توك؟ ما تحمد ربنا على يبع جنيه وش وده. الحمد لله. كنت في انتظاره على احرم الجمر. دول اكيدي 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 من كل القرايب بتوعنا اللي موجودين في كل انحاءات امريكا. اللي اتشتتوا بعد حرب امبابه. الحلم الامريكي سوف يتحقق. حلم امريكي؟ خير الله ما اجعله خير يا رانيا. هاتي ابعته لام سيد، ما هي فسرت لي الحلم اللي شفت فيه عادل ابني وهو في حفره، كان بعديها باسبوع كان متجوزه. ايه البلديون اللي بتقوليه ده؟ سيبك منهم، دول مجانين. كملي يا حبيبتي طمنيني. هلو جود مورنينج مسز رانيا، وي ار ذا انترناشونال. يا مامي مامي مامي، عارفه مضمون الجواب ده ايه؟ مضمونه ايه بقى يا ست رانيا؟ افتي افتي يا اختي. دي هيئه المجتمعات القمريه اخيرا وافقوا على انضمامي والتحاقي ليهم. مش دي اللي مكانها في نيوجيرسي؟ ايوه يا مامي، من عصر كنت بعت لهم جواب طلبت منهم ان انا انضم ليهم في توزيع الاراضي القمريه وبيعها. يا نهار ابيض، هيخصخصوا القمر؟ هو فكر الخصخصه وصل لغايه القمر؟ هما لما يبيعوا القمر بقى الدنيا هتبقى ضلمه؟ ياي ياي، مش معقول، انتوا جهلانين، مش طبيعي جهل. لما سيبك منهم، دول متغازين. يا مامي انا كده اصبحت مندوبه الشركه في مصر والوطن العربي. رانيا انت رايحه تبيعي القمر؟ طب احتياطي، خدي معاكي معجون حلاقه ومشط وفلايات وسبح. واللي مش هيشتري القمر يشتري الحاجات دي، ونسبتك برضو ماشيه. عمركم ما هتفهموا، عمركم ما هتتطوروا، هتفضلوا باصين تحت رجليكم كده على كوكب الارض الحقير. ولعلمكم نهايتكم سودا وطين، يا اما هتبقى تحت نفق مظلم، يا اما فوق كوبري مشاه متصدع، يا اما في مترو الانفاق والنور مقطوع عليكم وهو بالمره نخلص منكم. ولعلمكم بقى الارض بتنهار، الصخور بتتفتت، الجدار بتتنسف، المياه في الاجواف بتقل، السطوح هتقع فوق دماغكم ونخلص منكم. يا لهوي، هي القيامة هتقوم؟ حبيبتي انتي كده خضتيني خالص. يعني انا عايزه اعرف دي كل اهتماماتك في البيئات؟ لا يا مامي، الفكره كلها ان انا لو عرفت اسوق 10 قطع قمريه هيبقى ليا قطعتين متميزتين كبونص في اي مكان انا عايزاه. واو، اوكي اوكي حبيبتي بقى، لو انتي يعني شايفه ان ذاتك وطموحاتك هتكتر اكتر في القمر، انا ما عنديش مانع تطلعي القمر. يا رانيا ازيك؟ ايه قاعده بتعملي ايه؟ لا ما انا ما قلتلكش، مش انا اتعينت في هيئه المجتمعات القمريه الامريكيه لتقسيم اراضي القمر؟ اتعينتي يعني اتوظفتي من غير ما تاخدي رايي؟ ازاي الكلام ده؟ والبيت يا هاني؟ يعني ما ده مش هياثر على شغل البيت. ازاي يعني هتروحي امريكا الصبح وبعدين ترجعي على الساعه 2 الظهر تعملي الاكل؟ طب وياسمين؟ مين هيذاكر لياسمين؟ لا يا حبيبي، ما هو انا كل شغلي هيبقى هنا من جوه البيت من اوضه نومي. اصل انا كل مطلوب مني ان انا ابيع 10 قطع اراضي على القمر لسكاننا هنا اهوت في مصر هنا، وهيبقى ليا ايه قطعتين ارض بونص. يعني ايه ده؟ هيبنوا فوق القمر؟ هو القمر دخل كردون مباني؟ لا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ انت نايم يا استاذ. ماركو فانيلي مندوب. اهلا وسهلا، اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيله، فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخليه اول من اخترع الكرسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجه ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخليه ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شويه اسئله يا ريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير.
حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي انتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلاً؟ انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرى ايه عادل؟ الساعه ايه محدد انت قوي؟ اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك؟ احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محارة وحلوق وهم يشطبوا؟ بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني نبقى قاعدين على القمر واهالينا يبقوا قاعدين على الارض، فهنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر، يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه؟ يعني مثلا ميكرو باص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله والواد متدمر على اللي هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك. وبعدين لو مدام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام، بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصية دي. ناخد العناصية دي حلو. لا بس بلاش العناصية، ممكن نوع من على القمر. يا جماعة بغض النظر عن رأيكم أو رأي في رانيا إلا إنها يعني رضينا أو مرضناش، هي تعينت خلاص وبقت مديرة مبيعات أراضي القمر. كانت عقلك شفاطتك خلاص؟ بس فعلا انا ما كنتش هصدق ابدا لولا شفت بعينيا وهما بيحطوا فلوس في حجركم وبيقولكوا يلا يلا ابداوا المشروع. والفلوس دي هتفضل معايا لان انا المسؤوله عن الحمله الاعلانيه للمشروع. ولعلمكم اللي عايز يشتغل معايا يحترم نفسه ويمشي ورا كلامي ويسمع الكلام طول الوقت. وانت بقى هتحاسبينا باليوم ولا بالشهر؟ يمكن بالسنه الضوئيه يا ماما. يا دولا يعني انا افهم من الكلام ده يعني ان احنا هنروح نقفل البازار بتاعنا ونفتح بازار تاني في القمر بعد الضهر؟ انت بتفكر ليه؟ انت عمرك شفت قمر بالنهار؟ القمر بيطلع بالليل بس يلا. صح يا دولا. يعني احنا كده هنقفل البازار ده ونص يوم بس. انا عندي مقترحات، ان احنا نصفي كل الممتلكات بتاعتنا هنا على الارض وناخد الفلوس دي ونفتح بيها في البنك المركزي القمري، عشان انا سمعت ان هو بيدي 200% انترست. يعني ايه انترست ده يا دولا؟ غبي انترستد يعني متشوق. وانا امبارح عملت سيرش على اسم الشركه ودخلت على موقعه واتاكدت ان هم رموا الاساسات فعلا. يا جماعه دلوقتي احنا بصدد بيع اراضي قمريه، يعني احنا لازم ننجح دلوقتي في بيع 10 اراضي عشان ناخد البونص بتاعنا قطعتين. بالظبط يا جماعه، وعشان الهدف ده عايزين نقسم بقى الشغل. كل واحد هيعمل ايه؟ بالنسبه لك انت يا نجلاء عندك الجامعه لازم تنشري المشروع في الجامعه، يعني بدل ما انت طول الوقت يعني سايبه المحاضرات وقاعده بتلعبي او بتختفي انتيم دي من دي ولا انتيم دي من دي، اعملي بلقمتك بقى يا ماما. طب ايه العروض اللي هجذب بيها الشباب؟ اسكان متوسط الوحده 60 متر على اقساط 20 سنه قمريه؟ طبعا ده اول حاجه هتجذب الشباب ان هم هيقسطوا على 20 سنه، بعد كده الشاب ممكن يسقع الارض، طبعا تسقيع الارض في القمر ده بيبقى بارقام تانية خالص، او ممكن يفتح شقتين على بعض. وانت يا مامي وانت يا انتي، انتوا كسيدات بقى بعلاقاتكم بسيدات المجتمع الراقي وغير الراقي طبعا. يعني قصدها تقول المجتمع الراقي الواطي عشان يفهموا. بغض النظر يا عادل، كل الطرق تؤدي لمدان الجيزه، خليني اعرف اركز. انتوا هتنشروا الفكره عن طريق الاسره، عن طريق ايه بقى؟ النميمه، قعده المصاطب، قعده الفسحه، البلكونات. البلكونات دي بالذات ممكن تنشروا الفكره من خلال الاشاره، يعني انت يا ماما تبقي واقفه في البلكونه طول الوقت وتقعدي تشاور على القمر كده. لا 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 انا مش فاهمه حاجه.
ايوه يعني تقعدي طول الوقت في كلامك تجيبي سيره القمر، تجيبي سيره القمر. لا 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 ما بحبش اجيب سيره حد بالعيبه ابدا. لا 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 ايه يا ماما، ايه اللي يعيب القمر يا ماما؟ ده قمر قمر، يعني اقصد ايه في كلامك طول الوقت تجيبي سيره القمر، يعني مثلا ممكن تشغلي الاغنيه بتاعت يما القمر على الباب مثلا. او اقول لحضرتك على حاجه، اشغل لهم اغنيه قمرين بتاعت عمرو دياب. لا لا يا رانيا انا معترض على حكايه قمرين. قمر على الباب ماشي اوكي، لكن قمرين ده بقى مختلف، لان الناس هيتلخبطوا القمر ده ولا القمر ده، زي ايه عامله زي بين السورين، زي بين القصرين، زي بين البنين. لا خلينا محددين وواضحين لو سمحت. ايوه دوله، بس انتوا يعني سهوا عليكم حاجه مهمه جدا، يعني لان انا شايف باحساسي. شايف بايه؟ باحساسي ان القمر ده صغير خالص، يعني قد الطبق كده اهو، ازاي بقى هيلمنا كلنا؟ ما هو لان انت بتبص له بعين ارضيه، لكن انت لو طلعت قعدت على القمر نفسه هتبص له بعين قمريه. بص انت مالكش دعوه باي حاجه احنا بنتكلم فيها، انت معاك المطبوعات دي هتاخدها توزعها على القهاوي وعلى الكافيهات، وخد معاك الواد حته والواد فتله. ها ماشي يا دول. وانت يا سناء، انت بقى كتربويه يا حبيبتي هتنشري الفكره عن طريق بقى المناهج، ما لازم الدراسه، هتلم العيال كده في الفسحه هتقول لهم القمر وعلاقه الانسان بالقمر، وهم هيروحوا يقولوا لاهاليهم لما يبقوا يدخلوا في المنهج اللي انا بدرسه علم الفلك، ابقى ارغي فيه ولا عايزين ارغي بغير لازمه؟ بص يا سناء مش لازم كل حاجه تعترض عليها، نفذي اللي احنا بنقوله خلاص. عموما يا جماعه كل واحده فيكوا عرفت مهمتها. انا ما اعرفش مهمتي يا بابا. انت بقى يا حبيبتي هتفتني كل اللي انت سمعتيه عن القمر لاصحابك في المدرسه، اوكي؟ خلاص فاكس فاكس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في داركم يعني ان شاء الله. وكلمه الان للسيده الفاضله رئيسه جمعيه اسكان متوسطي الدخل واسكان الشباب الموجوده في القمر، السيده الفاضله رانيا اللوحي. عملائي الاعزاء، او بمعنى اصح جيراني الاعزاء، نحن في زمن لو حضراتكم تلاحظوا وشوفوا هي استخدمت جمله بتقول ايه، بتقول جيراني. جيراني ليه؟ لان احنا مش بننصب عليكم، احنا زينا زيكم، هنبقى ساكنين جنبيكم فوق في القمر، فبنحييها على كلمه جيراني والسلام عليكم. يا جماعه انا ما حبيتش استولى على ارض القمر لوحدي، لا لا، هذا الشعب وأبناء هذا الشعب يستحقون ما هو أفضل. لو سمحت حضرتك، إحنا مخطوبين بقالنا كتير قوي، وبعدين إحنا دورناها على الكافيهات، أنا دافع مقدمة كبيرة قوي في شقة في الشروق، فهل ينفع أسحبها وأخد في القمر؟ بص يا حضرتك، انت ايه اللي يوديك الشروق؟ المسافه بعيده جدا، احنا بنقرب لكم المسافه، هنطلعكم القمر بص قريب ازاي. وبعدين انت الشقه اللي انت واخدها في الشروق دي كام متر؟ 30 متر صافي. يا سلام وفرحان قوي، 30 متر ده يعني انت لو مقضيها في كافيهات اي ترابيزه اكبر من الشقه اللي انت واخدها يعني. رفقا بالشباب يا عادل. وانت حبيبي. ايه 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 يا حبيبي دي؟ يا حبيبي دي؟ ها؟ هو يعني احنا بنقول نكسبهم لكن مش توصل لحبيبي، فاضل تحضنيه. يا عادل ده نوع من انواع الدعايه، حرام عليك يا عادل. ده نوع من انواع الخيانه. خلاص اوكي. خش في الموضوع. يا جماعه، عزيزي العميل، عزيزتي العميله، لما هتاخد على القمر اهو هتضرب عصفورين بحجر. اولا مسكن مناسب، ثانيا قعده رومانسيه، يعني بدل ما تاخد البت بتاعتك وتقعدوا في اي كافيه، ولا تقعدوا تتزنقوا في اي جنينه وحد يضايقكم، اهو فانتوا قاعدين على القمر. بقول ايه يا ولد؟ ايوه يا عمده انا عارف طلبك كويس، اكيد بتدور على مكان تعمل فيه دوار وزريبه وتجيب معاك البهايم. مظبوط، وجنب الدوار عاوز فدانين جمر عشان ازرعهم موالح. لا 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 لا، الزراعه هناك على فكره في القمر هتبقى سهله جدا، لان الارض خصبه بشكل بايخ يعني. غير كده بقى الري العادي اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الري بالتنقيط، هناك الري بالتسقيط، لان القمر زي ما احنا عارفين كلنا فوق جنب السحاب مش كده، بيبقى جنب السحاب، بتاخد من السحاب بترش الارض بيبقى خلاص يعني. انا عايز ابني فوق مول شيك قوي ومعاه سلسله سوبر ماركت كده، هسميها قمرور، ايه رايك؟ مش فوق الكثافه السكانيه جامده وفي بيع وشراء؟ يا جماعة يا جماعة، قوانين القمر بتمنع دخول أي مأكولات أو مشروبات. زي السيما بالظبط يا أخوانا. إحنا يا جماعة مش طالعين نوسخ القمر.
وغير كده كمان اي حد ممنوع يطلع القمر معاه اكل، يعني مثلا واحده طالعه بحله محشي، واحد طالع بسندوتشات، النظام بتاع جنينه الفستان ده مش موجود عندنا في القمر خالص. يعني انت بالذات يا عمده لو في دماغك انك انت تهرب مثلا زلعه مش تهرب بلاص بتاع عسل اسود، مفيش الكلام ده، هيتقبض عليك هيتقبض عليك. محدش يطلع اي اكل، اي اكل عايزين تجيبوه هتجيبوه فوق من السوبر ماركتات اللي هتبقى موجوده زي ما قال الاستاذ، السلسله بتاعه السوبر ماركتات اللي هتبقى موجوده. يعني انت ضامن الناس فوق هيشتري كل الحاجه من عندنا؟ اذا كان كده يا سيدي ده نعمل معاك عقد احتكار من دلوقتي. لو سمحت ممكن ادفع مقدمه وبعدين الباقي نقسطه؟ يا سلام، ده يوم المولد تقسطي زي ما انت عايزه. اولا في اكتر من نظام تقسيط، وده طبعا بضمان ممتلكاتكو اللي في الشروق ال 30 متر. لو سمحت حضرتك هو الاستلام امتى؟ بعد سنه ونص. بس انا يا جماعه بنبه من دلوقتي الاستلام محاره وحلول. على فكره احنا ممكن نشطب لكم لو عايزين نشطب لكم، بس ده في نظام تاني برضو بالتقسيط، التقسيط للتشطيب. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى سنه ونص؟ بقول لك ايه يا حلو، عندي شقه في اكتوبر جاهزه على المفتاح على طول، بس انت قلبي الزبون اللي معاكي ده وتعالي. يا راس مالي يا متعفن. لا 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 لا، لو سمحتوا لو سمحتوا، انا مش عايز اي كلام في السياسه، عشان كده حتى فوق ان شاء الله مش هيبقى فيه اقسام شرطه ولا ايه؟ يعني في وظايف، صالوبه المحامين، صالوبه ضباط الشرطه، لاننا هنكون بنعيش في المدينه الفاضله مع بعض كلنا كاخوه واخوات. واخيرا مع بعضينا بننشد النشيد بتاع الشركه نفسها، اتدحرج واجري يا رمار وتعال على حجري، اتدحرج واجري يا رمار وتعال على حجري. معقوله خلصتم مهمتكم بالسرعه دي؟ ده انتوا ايه، ده انتوا حاجه مش معقوله ابدا، ده انتوا حاجه عظيمه. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعه في الاداء دقه في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجوده، وهتلاقي حضرتك فيهم شويه ارباع وانصاص كده اهو، دول من شويه شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم. يعني ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد؟ عطارد حضرتك دي مسؤولية ضخمة قوي علينا. استنى استنى اتقالي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحة يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها. بقى انا هديك توكيل خردوات في المجرة. المجرة؟ طب حضرتك يعني معلش هو الطلب يعني مهم شوية، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الأرض اللي هيسكنوا عليها. أنا هعمل لكم رحلة صاروخية من الأرض للقمر وهبلغكم بيها. بص أنا عايزك تبلغ كل الناس اللي حجزوا معانا على القمر إن الرحلة بتاعت القمر هتطلع بكرة إن شاء الله من موقف أحمد حلمي، الصاروخ هيطلع الساعة 12 الظهر بالظبط عشان نوصل مثلا على 7-8 بإذن الله، تروحوا في النور بقى تتفرجوا. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتجوز وعايز شقة وكمان عايز تقعد جنب الشباك في الصاروخ؟ طب ما فيش شباك. أهو قاعد أهو. في إيه؟ يا نصابين يا حرامية، وهنتونا وخدت فلوسنا، لا لقينا صواريخ ولا بومب حتى. مش قلت لك يا أيمن دول نصابين؟ ما يا راجل تصدق ان في شقه في القمر؟ مش لو كنت سمعت كلامي كنا دفعنا الفلوس دي مقدم شقه في صحراء نفاده. انا هنطوخك يا ولد. ابتخري ايه بس في ايه؟ افهم انا لغايه دلوقتي مش فاهم. لا افهم بقى، احنا رحنا الموقف لقينا شويه ميكروباصات بلاش لازمه وناس قعدت تتريق وتشتم فينا، والجدع اللي اسمه مفيد فوزي كان هناك وكان عايز يصور معانا. لا الا مفيد، الا مفيد ده لو عارف هيشرشحنا. بعد اذنكم يعني حضرتك اللي مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه مستر فانيلا، حضرتك انا ممكن اكلمه؟ ممكن يعني يكون الصاروخ اتاخر عشان بيمول مثلا من اوتوستراد ولا حاجه. احنا مش هنسيبكم الا في السجن. ايوه مش هنسيبك الا في الجسم. ايوه ايوه خش علينا. مش هنسيبكم الا في الجسم. مين فيكم عادل ورانيا؟ هم مظلومين يا باشا. احنا مظلومين يا باشا، سيادتك حضرتك. يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني؟ يا عادل انا مراتك. يا عادل مراتك. ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر اي حاجه، تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانتوا ازاي تسمعوا كلامهم يا باشا؟ هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟
ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها، بس احنا اتنصب علينا يا باشا. اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور، وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه حاسب. بس هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا؟ فانيله ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيله وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبايه تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس دي كنت ناوي هج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحى العسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحى العسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب، بص النصب. معلش يا عادل، ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت حضرتك شريكته في الجريمه بتدافع عنه ازاي؟